مرحبا، رجعنا لكم ومعكم بونص جديد. كيف تدرس على الامتحان؟ رح نحكي شوية نصائح وإرشادات، وآخر شيء حورجيكم بعض الأماكن اللي ممكن تجد فيها بعض الريسورسز اللي بتساعدك للدراسة. الامتحان مش صعب، لكن يجب الدراسة له. إذا ما درست له ما رح تقدر تجاوب على الأسئلة، وبالتالي رح لا سمح الله ترسب، وهذا راح يأخر من معاملتك في الحصول على الجنسية. ضلكم معنا. مرحبا، يعطيكم بالعافية. اليوم بدنا نحكي عن أهم الشغلات اللي لازم تركز عليها لما تدرس امتحان الجنسية الكندية. طبعا هذا الكتاب مهم جدا، هذا الكتاب يحتوي على معلومات كثيرة، عشان هيك حاولنا نلخصه. مش الـ 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 لازم تفهم الكتاب. أنا عملت هذه الفيديوهات عشان تفهم الكتاب، مش عشان بس تدرسه. الدراسة لازم تكون باللغة الإنجليزية، لازم تعيده أقل إشي مرتين لثلاث مرات، خاصة في آخر شهر قبل الامتحان، عشان تضل المعلومات فريش في راسك. عشان تتقدم امتحان الجنسية أحد الشروط إنك تكون ملم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. عشان هيك يعني أعتقد إنه قراءة هذا الكتاب مش حتكون صعبة كتير. في بعض الكلمات ممكن تواجهك، ممكن تعملها ترجمة. عملنا هذه الفيديوهات عشان تساعدك. اقرأه مرة ومرتين وثلاث، ممكن تستمع للفيديوهات بعدين تقرأه. أنا بحبذ إنك تستمع للفيديو تشوفه بعدين ترجع تقرأه لحالك، ترجع تعيد الفيديو، بيساعدك هذا بفهم المعلومة. معلومات كتير موجودة. في كتير مشكلة في التواريخ، لأن التواريخ محطوطة بأماكن متعددة. النصيحة إنك وأنت بتبدأ تقرأ، من اول ما تبدا تقرا اكتب التاريخ وشو اللي صار. مثلا ماجنا كارتا صارت 1218 وات ايفر، تكتب مثلا هاي صارت هيك هيك هيك، بعدين بتحط هاي التواريخ وبتحفظها مع بعض. الاسماء كمان كثير بتخربط، في اسماء كثير في الكتاب. حط الاسم وشو سوى هذا الشخص، الاسم وشو سوى هذا الشخص، بتساعدك كثير وراح تفيدك هاي المعلومات. لانه بنهاية الكتاب راح تجد انه في كتير اسماء وفي كتير تواريخ وراح تصير تخربط. التست اللي راح تختبروه هو عبارة عن 20 سؤال، اللي جنبك هون واللي هون وقدامك بيختلفوا. في نماذج في الامتحان، فما تحاول انك تغش، لازم على الاقل تجاوب. او عندك 4 اخطاء ماكسيموم او بترسب في الامتحان لا سمح الله، لازم تجاوبهم يا اما بالانجليزي او الفرنسي، هاي اللغتين بس الوحيدات. الان زي ما حكينا، ادرس بدون دراسة لهذا الكتاب مش حتستطيع انك تجتاز الاختبار. الاختبار ما راح يكون يعني الا حظك يكون هو دوائر او اختار الجواب الصحيح. لازم يكون حظك يعني كتير كويس عشان تشمس معك، بس بدون دراسة صعب تجتاز الاختبار. الاختبار مش سهل ولكنه مش صعب، اذا انت دارس له مش صعب. الآن لازم تقرأ الكتاب، ممكن تقرأه أونلاين، تحطه على PDF على موبايلك، تضلك تقرأ فيه في أي مكان. هذا ممكن تأخذه لما بعتوا لك، هذا ممكن تطلبه. في برضه MP3 ممكن تضلك تسمع بالإنجليزي، كلها ممكن تعملها داونلود. سهل، دور بس MP3 Discover Canada راح يطلع لك وتعمل له داونلود. في كتير جمعيات في المدن اللي انتم موجودين فيها بتقدم دروس، ممكن تروح على هاي الدروس وتتابع معهم، بيساعدوك كتير. ممكن تجلس مع واحد صديق لك بتكلم لغة الإنجليزية كويس، تحاول يعمل معك ريفيو، يسألك أسئلة وتجاوبها. دائما احنا هنحكي هلا كيف تسوي اونلاين تيست. الاونلاين تيست ممكن تسويها على ابس، ممكن تسويها على الاونلاين عن طريق الكمبيوتر. كتير في تيستات موجوده وبتساعدك، مش هي التيستات، ما تحفظها بصم، لانه التيستات ممنوع الاسئله تطلعها برا. قد يكون جزء منها موجود بس مش هي نفسها 100%، فما تحفظ الاسئله حفظ بصم، افهمها واعرف كيف طريقه الاسئله. طيب الآن اعمل نوتس. النوتس مهمة جدا. لما بتعمل ملاحظات على دفتر صغير زي ما حكينا، تواريخ والأسماء، بتساعدك كتير. تذكر يوم الامتحان مهم جدا تطلع قديش بعيد مكان الاختبار عن
مكان عيشك، إذا في، إذا رايح بالسيارة هل في مواقف حواليه. في ناس كثير للأسف بتتأخر على الاختبار وبضيع عليها الاختبار ما بدخلوه، فاعرف خد وقتك، يعني خد لك قبل ساعة ساعة ونص، معلش اقعد غاد ولا إنك تضيع عليك. الدوكومنتس المطلوبة تجيبها معك، مهم جدا الدوكومنتس هاي لأنها تحتاجها قبل ما تدخل للامتحان. برضو إذا عندك أطفال موجودين في البيت لازم تجد لهم أحد يجلس معهم، لأنه غاد ما بتقدر تأخذ الأطفال معك على الامتحان. وزي ما حكينا احضر بكير. هاي الشغلات المهمة اللي لازم تحضر لها. الآن أتمنى لكم كلكم نجاح. راح أحكي لكم هلأ شوية عن الاختبارات أونلاين وكيف تسووها، ضلكم معنا. طيب إذا دخلت على جوجل هون راح تشوف إنه أنا حاطط فوق عبارة Discover Canada أو Test Canadian Citizenship، راح تلاقي كتير من هاي. بتدخل على المواقع راح تلاقي كتير يعني. الآن على أي موقع، أنا مش عم بعطيك موقع محدد، بس هون مثلا على الآيفون على الآب ستورز في كتير آبات ممكن تساعدك. تنزل الآب، تدخل على الآب ستورز أو على هلا حورجيك البلاي ستور اللي هو أندرويد، نفس الشيء في هذا على الجوجل ستور شايفينهم. في كتير هدول بعطوك نماذج، يعني ليش نحكي انهم نفس الاسئله، بس بعطوك نماذج كيف رح يجي الاختبار. ما تحفظهم اجين 100% لانه مش هم اللي حيجوا. اذا ما عندك لا ابل ولا اندرويد ممكن تعمل هذا الاختبار اونلاين على الويب سايت. في كتير ويب سايتات، هذا احد الويب سايتات اللي بتسوي، برضو عندهم ابس. تدخل على ديسكفر كندا ورح تلاقي كتير أسئلة. مثال هون سؤال عم بسألنا، سؤال زي ما انتم شايفين احنا حطنا نحط الجواب، الجواب الصح اتوقع لانه درسنا طلع جواب الصح، فهو بعطيك الجواب صح. اذا انت كاتبه خطأ بعطيك اذا خطأ. هذا مثال يعني، في كتير زي هيك. برضو زي ما حكينا ممكن تنزل هذا طريقة ثانية، هذا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الهجرة. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت.